اهلا وسهلا بيكم، انا هيا برهان من اي جي ان ميدل ايست، والنهارده الحلقه السادسه من فوازير رمضان. جائزه النهارده مقدمه من جي كي جيمز، والجائزه هي نسخه من الاربع مواسم لتيلز ذا ووكينج ديد على البي سي. طريقه الاشتراك سهله وبسيطه، تعمل سبسكرايب للشانل وتعمل لايك للفيديو وتسيب اجابتك في الكومنتس تحت. السؤال هو ما اسم الاستوديو اللي تم تاسيسه على ايد اعضاء سابقين من تيلتيل جيمز بعد ما اغلقت؟ لو عارفين الاجابه ما تنسوش تسيبوها في الكومنتس تحت، ولو عايزين تعرفوا اسم الفائز من الحلقه السابقه هتلاقوها في الكومنتس برضو الحلقه دي. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.